الأعزاء، من أبناء القرية الأعزاء، من نساء، من شباب، الكل مشكور على هذه الوقفة. وقفت علي مهدي، وإن علي مهدي هذا يعني الأيام هاي اللي قطعهم 10 أيام ما عدنا يا أي اتصال ولا نعرف عنه أي شيء، ما درينا إلا بالصور محفوطين، قالوا إنه غادر. هذه الأيام كلها نزلها من 2011، انسجن 3 شهور وأفرج عنه، عانى من العذاب والتنكيل، تردد في السجن وبعد 3 شهور وأفرجوا عنه، ومن 2011 مطارد، لا ينام ولا ياكل ولا شيء، كل إحاتي يعني. ونتمنى من الله العلي القدير أن يفرج عنه بالعاقل إن شاء الله بحق هاي الشهر الكريم، حق شهر رمضان، وحق محمد وآل محمد. السلام عليكم.